من هم هاروت وماروت؟ قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. بالرجوع إلى ما أكده معظم العلماء والشيوخ أن اليهود رفضوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر والشعوذة التي انتشرت زمن سيدنا سليمان عليه السلام، حيث كانت الشياطين تصعد للسماء فيسترقون السمع من كلام الملائكة الذين يتحدثون بما سيكون به إذن الله في الأرض من مختلف الأمور، ويخبرون الكهنة بذلك، فيزعمون بأنهم يعلمون الغيب ويحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا. فزادوا من كل كلمة 70 كلمة، ودونوا ذلك في كتب يقرؤونها ويعلمون الناس ما فيها، وقد فشى ذلك زمن سليمان عليه السلام. فادعت اليهود أن الجن عالم بالغيب وأن السحر هو علم سليمان وبه ملك ما يملكه من إنس وجن وطير وريح. فرد الله سبحانه مبرئا نبيه سليمان بقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وأنزل الله هذين الملكين هارون وماروت لتعليم الناس السحر ابتلاء من الله، وليميز الناس بين السحر والمعجزة ويقيهم من الشر. لا يعلم هارون وماروت السحر لأحد حتى يحذرانه ويخبرانه أنهما ابتلاء من الله، وأن من تعلم السحر وعمل به كفر، ومن توقع عمله ثبت على الإيمان. فيعلم هاروت وماروت الناس السحر الذي يفرق بين الزوجين ويسبب لهما الخلاف والنزاع والنفار بينهما، فيتعلم الناس ما يضرهم ويضر غيرهم ولا ينفعهم بشيء في الآخرة، ولكن لا يستطيع أن يضر أحدا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لأن السحر لا يؤثر بنفسه بل بأمر الله ومشيئته بخلقه. اختار اليهود الانشغال بالسحر ولبئس ما اختاروا بديلا لكتاب الله الحق وفضلوه على الإيمان، ولو أنهم آمنوا لكان خيرا لهم. أما سبب نزول الآية وذكر هاروت وماروت أن يهود المدينة لم يسألوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن أمر إلا وأجابهم عليه، ولما سألوه عن السحر أنزل الله تعالى هذه الآيات ليخبرهم القصة: إن الله أنزل هذين الملكين ليفرق الناس بين الحق الذي جاء سليمان وأتمه الله بما أملكه لسليمان، وبين الباطل الذي جاء به الكهنة من سحر وشعوذة ليفرق بين المعجزة والسحر.